تنفذ المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان فعاليات توعوية في محافظة إب ضمن الحملة الوردية للقضاء على مرض سرطان الثدي الذي تفشى في المحافظة وشكل خطورة على كثير من النساء. شهر أكتوبر هو الشهر الوردي كما يعرف عالمياً، حيث يخصص هذا الشهر في كل عام للتوعية والتعريف بمرض سرطان الثدي الذي يصيب النساء. محافظة إب شهدت فعاليات توعوية متنوعة أقامتها المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمشاركة مجتمعية ورسمية من قبل السلطة المحلية ومحافظ المحافظة اللواء عبد الواحد صلاح والدكتور أشرف المتوكل وكيل المحافظة للشؤون الصحية، إدراكاً ومساهمة من الجميع في التوعية والحد من انتشار هذا المرض في أوساط النساء. استمرارا للحملة لمكافحة سرطان الثدي وضمن الخدمات المقدمة من المستشفيات والمبادرات بدعم مرضى السرطان ودعم التوعية في مجال سرطان الثدي، لأن مثل مرض سرطان الثدي يهدف بالدرجة الأولى إلى توعية المجتمع وتوعية النساء حول الوقاية والكشف المبكر عن هذا السرطان الذي بالنهاية سيكون له دور في الحد من انتشار هذا المرض وفي سهولة العلاج المقدم. تتنوع الفعاليات التي تقام خلال شهر أكتوبر ما بين ندوات توعوية ونزول ميداني في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي تجاه هذا المرض. شهر أكتوبر هو الشهر الوردي أو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي. نحن في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ننفذ حملات توعوية خلال هذا الشهر عبر برامج وأنشطة مزمنة ومخطط لها منذ بداية الشهر. ففي هذا الشهر بدأنا تدشيننا بندوة طبية لاستشارية أورام للدكتورة من البعصي والتي تم فيها استهداف الطبيبات وطالبات كلية الطب ومديرة المدارس الأهلية للتعرف عن حول سرطان الثدي والذي يعد أكثر أنواع الأورام انتشارا من بين الأورام الأخرى، والذي بلغت عدد حالاته 638 حالة من بين إجمالي 3500 حالة أورام عامة، كما أنه أكثر أنواع الأورام انتشارا لكنه أكثر أنواع الأورام قابل للشفاء كلما كان الاكتشاف مبكرا. سرطان الثدي مرض يحظى باهتمام عالمي كونه أكثر أنواع السرطانات انتشاراً وفي ذات الوقت أكثرها قابلية للشفاء إذا ما تم اكتشافه باكراً، وذلك من خلال الفحص الدوري الذي يجب أن تقوم به النساء في المراكز المخصصة لذلك لتجنب نفسها مخاطر ومضاعفات سرطان الثدي.